معنا من لندن الأستاذ وجدان عبد الرحمن، الخبير في الشأن الإيراني والقيادي في حزب التضامن الأهوازي، للحديث حول هذا الموضوع. سيد وجدان، مساء الخير، أهلا بك معنا. هل يمكن فعلا أن تغير إيران من سلوكياتها مع تسلم روحاني دفة الحكم، على الأقل فيما يخص سياستها الخارجية مع دول الجوار؟ شكرا لك وشكرا لكل مشاهدي قناة الآن. بصراحة الأمر واضح جدا، ويعني فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، رؤساء الجمهور في إيران من عهد خاتمي فصاعدا، السياسة الخارجية كان يعينها المرشد الأعلى ومن ثم المؤسسة الثانية وهي مؤسسة الحرس الثوري، أي بمعنى بأن السياسة الخارجية اللي تتكون في العلاقات مع الدول وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وما يتعلق في دول الجوار وما يتعلق في الشأن السوري، هذه السياسات يعينها المرشد الأعلى. ولذلك على الصعيد السياسة الخارجية لا أتصور أنه حسن روحاني يستطيع أن يغير شيئا ما. بالتأكيد هناك أكو تفاؤل موجود من الدول الغربية ومن الدول العربية وخاصة الدول الخليج، أيضا ترحب بشخص يستلم السلطة في إيران ويكون هذا الرئيس في شيء من الاعتدال ومعتدل أو منتمي إلى الإصلاحيين، هذا تفاؤل. لكن ما هو أمر الواقع يختلف تماما، لأن على صعيد السياسة الخارجية الرئيس الجمهور لا يكون له دور، وليس فحت هذا فحسب، وإنما حتى لا يستطيع تعيين وزير خارجية أو وزير داخلية باختيار، يعني لم يستطيع انتخاب، وإنما سيكون هؤلاء الوزيرين هم منتصبين من قبل المرشد. سيد وجدان، لكن في تصريحاته الأخيرة روحاني أشار إلى أنه سيحاول تحسين العلاقات مع الدول الخليج وبالأخص السعودية، هل تعتقد أنه قادر على ذلك في ظل ما ذكرت حضرتك؟ لا أتصور يستطيع عمل ذلك، لأن ما أشار له حسن روحاني على العلاقات، يعني هو جاب بالاسم المملكة العربية السعودية، لأن هو يعرف تماما مدى حجم وقدرة المملكة العربية السعودية ودورها على الصعيد الخليجي، دول الخليج العربي وعلى دول المنطقة، وأيضا حتى في العالم دور المملكة العربية السعودية دور مهم ورئادي. ولذلك هو يحاول حسن روحاني إلى بناء علاقات مع المملكة العربية السعودية لإخفاء يخف من التوتر القائم حاليا ما بين إيران ودول الجوار، ويحاول من خلال المملكة العربية السعودية أنه إخماد هذا التوتر، لكن هذا لم يكن بمقدوره، لأن حسن روحاني ومنذ يعني حتى قبل انتصابه كرئيس جمهوري ايضا اشار الى موضوع الملف السوري وارسال الحرس الثوري الى سوريا، بمعنى بانه هناك خلافات جذريه ما بين المملكه العربيه السعوديه وما بين سياسه ايران الخارجيه. طيب، هذا بالنسبه للسياسه الخارجيه سيد وجدان، ماذا عن السياسه الداخليه؟ هل روحاني قادر على تغيير الواقع الاقتصادي المتردي داخل ايران؟ حسن روحاني هو يسعى الى ذلك، لكن انا اعتقد من الصعوبه من مكان حسن روحاني يستطيع، لان ما خلفه احمد نجات بصراحه حجم هائل من الضغوط والتدهور الاقتصادي، بالاضافه الى افلاس العديد من الشركات، ويضاف الى ذلك يعني هناك الضغوطات والغربية الموجودة على إيران ما زالت مستمرة. ولذلك يعني حتى نرى أن العملة الإيرانية يوما بعد يوم تتدهور العملة الإيرانية. صح، هناك الشعب الإيراني صوت لصالح حسن روحاني، أنه يحاول الشعب أنه تخفيف التوتر او يعني انعاش الاقتصاد الايراني، لكن هذا لم ياتي فقط بسياسه داخليه، وانما بحاجه الى انه بناء علاقات مع الغرب، وهذه يعني الاقتصاد المتدهور بسبب العلاقه الخارجيه، يعني العلاقه الخارجيه مع
السياسة الداخلية مرتبطة تماما، وما حصل في السياسة الداخلية الإيرانية هو بسبب الضغوطات الخارجية، وإذا ما لم يتم معالجة الضغوطات الخارجية أنا أتصور لا يستطيع حسن روحاني بمفرده وبالسياسة اللي هو جاي بها يستطيع إعادة الاقتصاد وما يتطلبه منه الشارع الإيراني، وليس نعم هذا يعني حسن روحاني أنا أتصور حتى لا يستطيع يعني تنفيذ البنود اللي موجودة في الدستور واللي في حملته الانتخابية أشار لها، اللي البند الثالث والبند الخامس عشر والتاسع عشر والبند 22 من الدستور الإيراني، أي إعطاء شيء من الحريات للشعوب في إيران، وهي مذكورة في ومندرجة في الدستور الإيراني. أعتقد روحاني حتى لا يستطيع تنفيذ ما هو موجود في الدستور الإيراني، فما بالك عن أشياء أنه تكون صعوبة معالجتها. نعم، شكرا جزيلا السيد وجدان عبد الرحمن الخبير في الشأن الإيراني والقيادي في حزب التضامن الأهوازي، شكرا جزيلا لك.